نكمل معكم مشاهدينا الساعة الثانية من هذه التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا. تعتبر الانتخابات التركية الحالية اليوم هي الأهم والأبرز في تاريخ تركيا الحديث، وتمثل هذه الانتخابات التحدي الأكبر لرئيس النظام التركي رجب أردوغان، حيث تظهر أغلب استطلاعات الرأي تقدم مرشح المعارضة كمال كيليجداروغلو الذي تعهد بمحو سياساته الاقتصادية غير التقليدية والغريبة على حد وصف المراقبين. انتخابات تتزامن مع احتفالات البلاد بمئويات الجمهورية التركية، وتصويت اليوم يحدد إلى أين تتجه تركيا وشكل النظام أو نظام الحكم وسط أزمة اقتصادية خانقة، هبوط مستمر للليرة التركية أمام الدولار واليورو، مستويات تضخم غير مسبوقة والبطالة، تحولات جوهرية أثرت على الخيارات السياسية للناخب التركي. تأثير هذه التحولات إلى أين قد تصل في تغير وجه تركيا أو تغيير وجه تركيا الحديث؟ هل يدخل زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجداروغلو التاريخ من خلال إنهاء حكم أردوغان لتركيا المستمر منذ 21 عاما وبدء عهد جديد؟ وللمتابعة من عمان أرحب بتمارا حداد، كاتبة ومحللة سياسية. أهلا بك يا أستاذة تمارا في هذه الحلقة الخاصة والتغطية الخاصة حول الانتخابات في تركيا. كان في عدة نقاط اليوم تحدد مزاج الناخب التركي أو الناخب في تركيا، منها المسألة الاقتصادية، مسألة الحريات، الصحافة، عدة نقاط، وأيضا مسألة اليوم المرأة في تركيا وأهمية اليوم الصوت النسوي في تركيا، خاصة بأنه أردوغان انسحب من اتفاقية اسطنبول المناهضة للعنف ضد المرأة. ونقطة أخرى بأنه كمال كيليجداروغلو وعد بأنه يبقى الحجاب أو يندرج ضمن القانون في تركيا، هل يكفي ذلك اليوم لطمأنة الناخبة المحافظة في تركيا؟ يعني بالفعل أسعد الله المشاهدات الكرام، بالفعل هذه المعركة الانتخابية بين المعارضة وأردوغان، بالتأكيد أن هناك لكل منهما أصوات انتخابية صلبة، ولكن من يحدد مصير هذه الانتخابات
بإما استفتاء بالبقاء على الحكم الحالي وإما الانتقال نحو التغيير الجذري، بالتحديد أن أصبح هناك حكما مدة 20 عاما أصبح بحاجة أن يكون هناك تغيير بالمفاهيم وتغيير في البرامج السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية. فبالتحديد أصبح هناك النقاط التي تحدد مصير هذه الانتخابات التي أصبحت يعني قرابة ساعتين أكثر تظهر النتيجة. هذا طبعا هو من قرره الناخب التركي والشارع التركي. طبعا هناك نقاط عديدة بالتحديد للناس التركي دائما ينظر إلى الداخل التركي قبل أن ينظر إلى السياسة. ما يهم دائما الناخب التركي وحل المشاكل الاقتصادية وحل المشاكل الاجتماعية وحل المشاكل السياسية. بالتحديد أن من ناحية اقتصادية أصبح في حالة من البطالة وبسبب أن هناك في 5 ملايين من الشباب بحاجة إلى تغيير لإيجاد حل مشاكل البطالة. وأيضا هناك مشكلة أيضا التضخم بسبب الأزمات الاقتصادية وانخفاض العملة التركية. كل هذه الأمور هي تحدد مصير هذه الانتخابات، إما أن يتوجه إلى المعارضة وإما التوجه إلى الحكم الحالي المتمثل بتحالف الجمهور أو أردوغان المتمثل بأردوغان. فبالتالي هناك نقاط تتمثل بتحديد مصير هذه الانتخابات. هناك أيضا الكثير من النساء، حتى على مستوى النساء في الانتخابات السابقة ب 2018 الكثير من النساء توجهوا إلى أردوغان، لكن اليوم اختلفت الصورة. بالتحديد أن أصبح هناك ازدياد من حالات العنف الأسري بسبب أن نتيجة انسحاب من مناهضة واتفاقية أثرت بشكل واقعي جدا بشكل كبير داخل التركي. وهذا الأمر أدى إلى عملية أن أصبح هناك تشتت في الأصوات حتى تعزيز المساواة بين النساء والرجال وتعزيز اندماج النوع الاجتماعي دون أن يكون هناك أي ظلم على النساء من أجل أن يحقق العدالة الاجتماعية بشكل فعال. أيضا من النقاط التي تحدث الشباب وهي قضية الشباب، يعني لا نستطيع أن نقل هذه النقطة. وقضية الطالبات والطلاب أيضا لهم تحديد مصير هذه الانتخابات التي أغلقت قبل ساعة. صحيح يعني أستاذة تمارا، اعذريني على المقاطعة، نشاهد الآن مباشرة طبعا عمليات فرز الأصوات في اسطنبول على الشاشة. مسألة اليوم الشباب والتأثير اليوم الصوت الشبابي على مسألة الانتخابات، بينما نشاهد الآن عمليات فرز الأصوات ولكن المعلومات لن تكون متوفرة حاليا بالطبع. صحيح، بالفعل هناك بعض المناطق كان هناك في أصوات انتخابية عالية جدا وصلت إلى 90%، ولكن هناك بعض المناطق قد تكون المناطق البعيدة هناك في تفاوت في إدلاء الأصوات، وهذا يظهر أن بعض المناطق الأصوات الانتخابية كانت قوية جدا وبعض المناطق هناك تفاوت وهناك على ما يبدو إحباط لعدم تحقيق أو عدم وصول الناخبين إلى هذه المناطق. فبالتالي أكثر المناطق التي يتم التركيز عليها أكثر المقبول في مناطق باب بكر أو ما يسمى زاوية بكر، كل هذه المناطق هي أكثر اللب الأصوات الانتخابية. حتى في ذات هذه المناطق انتقلت الأصوات من المعارضة إلى أردوغان، وبالعكس صحيح، يعني أصبح هناك في تقارب بالأصوات الانتخابية بين أكبر الكتلتين وهي المعارضة وأردوغان. لكن عملية الحسم اليوم إذا كان أي مرشح انتخابي سواء رئيس المعارضة كمال أوغلو أو أردوغان إذا لم يصل إلى نسبة 50% زائد واحد فنيتم حسم هذه الحالة الانتخابية أو العملية الانتخابية إلى الجولة القادمة التي قد تتمثل بعد أسبوعين ب 28 أيار. فهذا إشارة أن نتيجة الأصوات في كل بقعة، بمعنى أن في منطقة أزمير هناك أصوات ذهبت إلى يعني إلى أردوغان وبعض الأصوات إلى كمال كليشدار، وبالعكس صحيح في إسطنبول أيضا وأيضا مناطق جنوب شرق الأناضول وسط الأناضول وأيضا منطقة البحر الأسود ومنطقة على الساحل البحر المتوسط. هذا إشارة أن نتيجة أن هذه المعركة هي حامية الوطيس، يعني هذه الانتخابات اختلفت كليا الانتخابات السابقة نتيجة قوة المعارضة. المعارضة حاليا أصبحت أكثر
وأكثر طيب ما الذي تنظيم من الممكن أن وأكثر يحسم الأمر أستاذة تمارا؟ يعني معركة حامية، سباق حامي، المعارضة مجتمعة كلها مع بعضها البعض بمختلف أجنداتها ضد اليوم يعني أو في مقابل رئيس العدالة والتنمية رئيس النظام التركي رجب أردوغان، ما الذي قد يحسم نتيجة الانتخابات؟ وهل إذا انتقلت إلى يعني جولة أخرى في حال التعادل إذا أو في حال يعني المرشح الثالث قد يعني أدى إلى أصواته أدت للاتجاه إلى الجولة الثانية، هل من الممكن اليوم أن يؤثر يعني ذلك أيضا أصوات الناخبين في البرلمان؟ هل من الممكن أن يؤثر على الأصوات الرئاسية أو أصوات الانتخاب للرئاسة؟ يعني بالفعل أيضا هناك في المجلس البرلماني، يعني أيضا هناك في قوة للمعارض في المجلس البرلماني، وهذا يؤثر على طبيعة القرارات التي سوف يتخذها الرئيس القادم أو الرئيس يعني سوف يكون خلال عدة ساعات سوف يكون رئيس لتركيا. فبالتالي هناك في أيضا يعني انتخابات للمجلس البرلماني، ووجود أيضا المعارضة سوف يؤثر على وجود القرارات، أو بالعكس صحيح إذا كان هناك في تحالف الجمهور أكثر الأصوات يؤثر أيضا على الرئيس، قد يكون رئيس المعارضة المتمثل بكمال كليشتار أوغلو. فبالتالي الأصوات البرلمانية تؤثر على أصوات على القرارات الرئاسية التي قد تحدث، لكن عملية دائما حسب الأصوات لكل من الطرفين كتلة صلبة، لكن من يحسم هذه الحالة الانتخابية والنتيجة الأخيرة دائما الذي يحسمها هو الأصوات المحايدة، الأصوات التي هي لا تعرف أن أين تذهب، التي لا أي أيديولوجية حزبية، بمعنى أن هناك في أصوات تريد التغيير، وهذا ما نلاحظه خلال الجولة الدعاية الانتخابية، أن بعض الشارع أو الداخل التركي أصبح هناك بحاجة إلى تغيير. فبالتالي هذه الأصوات التي الأصوات المتذبذبة بين هذا وهذا هي التي تحسم هذه الانتخابات. أصبحت هناك في أن هذه الانتخابات لم تصل إلى حالة أن تحديد الانتخابات الرئاسية لم تصل إلى 50+1، فهي تنتقل إلى الجولة الثانية. حتى المستوى الجولة الثانية إذا كان هناك يعني أصوات يتم التغير في التحالفات، يعني نقطة أخرى أن حالة التحالفات والتغيرات في التحالفات أيضا تؤثر في عملية الحسم، وهذا ما شهدناه بعد انسحاب محرم أنجي وهو عن حزب الوطن أو البلد. كل هذه الأمور أدت إلى التغيرات في اللحظة الأخيرة بعد انسحابه من الانتخابات الرئاسية، لأن بعض الأصوات من محرم أنجي ذهبت يعني إلى أردوغان، وبعض الأصوات ذهبت إلى المعارضة. هذه الأمور هي التي تحسم الموقف النهائي، تحسم النتيجة النهائية رغم التقارب، لكن هناك لابد أن يكون هناك في حسم في النتيجة النهائية بسبب الأصوات والتغير في التحالفات والأصوات المحايدة، سواء كان الشباب، حتى على مستوى الرجال هناك بعض الرجال أصبح في نوع من الرأي المتذبذب، لكن الآن أصبح الناخب وضع صوته نتيجة أنه انتهاء الحالة الانتخابية. الآن هناك فرز في الأصوات حتى يتم حسم هذه الانتخابات، بمعرفة يعني وقت تماما أنها انتخابات، يعني الكل ينتظر ويترقب نتيجة أنه هذه تركيا هي تقع في محور إقليمي استراتيجي، يعني محور جدا، الكل يترقب هذه الانتخابات. انتخابات لها باع نحو بالتحديد لها تداعيات داخلية وخارجية. ابقي معنا لو سمحتي، انتقل او يعني نستقبل معنا من بغداد الدكتور علي مهدي القيادي في الحزب الشيوعي. دكتور علي اهلا بك في هذه التغطية الخاصة، نتحدث عن نتائج ما قد تحدثه نتائج الانتخابات على مستوى اقليمي ودولي، هل من الممكن ان يؤمن هذا التغيير المطموح في تركيا الى فعلا الديمقراطية المطلوبة اليوم في تركيا والتي ستنعكس على باقي المنطقة؟ في البداية شكرا جزيلا لاستضافتك، وتحياتي لك ولكل متابعي قناتكم الكريمة. أنا أعتقد هذه الانتخابات تعكس يعني تغيير مصيري في مستوى تركيا، لأن أول مرة هذه الانتخابات هي تتزامن
مع الذكرى المئوية لقيام الجمهورية في تركيا يعني. وهذه أول انتخابات هي بعد الانتخاب أردوغان كرئيس للجمهورية، لأنه كان سابقا ونظام برلماني. وبتقديري هذه الانتخابات أيضا دخلها ما يقارب 5 مليون ناخب جديد جدد لم يخوضوا الانتخابات السابقة. فبتقديري يعني، وأيضا هذه الانتخابات تعكس مدى التطور يعني الحياة الديمقراطية في تركيا. يعني كل المؤشرات تأكد هناك أكثر من 90% من الذين يحق لهم الانتخابات راح يشاركون بالانتخابات. وأعتقد يمكن هذه حتى في الدول الأوروبية ما موجودة، يعني أن يكون مستوى المشاركة بالانتخابات إلى هذه الأرقام. وهذا يعكس أنا أعتقد ثقافة سياسية عالية يعني تتميز بها تركيا رغم الأوضاع الغير طبيعية بالمنطقة أيضا يعني. وأعتقد هذه الانتخابات أعتقد تتميز أيضا بثقل العامل الدولي والإقليمي في الوضع داخل الانتخابات، حيث لاحظنا هناك يعني نوع من الانحياز الواضح من قبل الأوروبيين الغربيين والولايات المتحدة الأمريكية إلى أحد أطراف، وأيضا روسيا وبعض القريبين لها أيضا منحازين إلى حد ما مع أطراف أخرى. فبتقديري يعني عند ظهور نتائج الانتخابات نعتقد إذا انحسمت إلى بقاء السيد الأردوغان تبقى الأمور كما هي يعني. بتقديري يكون هناك راح يكون تشدد تجاه الأوروبيين اللي حسهم هم تقريبا انحازوا إلى حد ما للطرف الآخر. أما إذا فازوا المعارضين يعني القوى اللي مشار اللي معارضة جماعة كمال أوغلو، فأنا بتقديري راح يكون تغيير طفيف بالسياسة العامة، لأنه تركيا مهما يكون هي أيضا بها طابع يعني مؤسساتي. صحيح رئيس الجمهورية عنده صلاحيات يعني كبيرة، لأنه إحنا أمام نظام رئاسي، الرئيس يقرر الكثير من الأمور، بس أنا أعتقد المصالح الاقتصادية هي اللي راح تغلب يعني. يعني ممكن أكو ميل لأوروبا والاتحاد الأوروبي، وحتى يمكن من خلال تصريحات السيد كمال أوغلو بأنه أكد بأنه الرغبة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن أنا أعتقد حدد فترة زمنية بهذا الجانب. لكن أنا بتقديري المصالح الاقتصادية، لأنه الآن روسيا هي أكبر يعني مصدر للمنتجات إلى تركيا وكذلك الأتراك، يعني ميزان المدفوعات التجارية للبلدين جدا عالي إذا ما قرناه في بعض البلدان. ولهذا أنا أعتقد يمكن التغييرات ما راح تكون كلش يعني حادة بهذا الجانب، ما عدا قضية يمكن أعتقد لاحظتي قضية الموقف من اللاجئين يعني، وبالأخص المقصود بها السوريين. وحتى المعارضة أكد حد سقف زمني لحل هذه القضية يعني. وأعتقد يمكن أكدوا الديمقراطيين بهذه القضية أكو قضية العودة إلى النظام البرلماني خلال 5 سنوات، وهذه أعتقد يمكن يحتاج لها موافقة مجلس الجمعية الوطنية اللي 3 أخماسها إلى 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 حق تحاول تغير الدستور. وأنا بتقديري يمكن حتى المؤشرات يمكن من الصعب أنا أعتقد المعارضة وحدها تحصل على 3 أخماس الموجود يعني 60% من القوة التصويتية. فلقضية التغيير النظام أنا أعتقد شوية بها صعوبة، لأن بحاجة إلى قوة تصويتية كبيرة. الآن كل المؤشرات تأكد الفوارق ما بين الاثنين الكبيرين هي محدودة ما بين الطرفين يعني. وأنا أعتقد يمكن ما راح نخوض الجولة الثانية، لأنه بما بعد انسحاب أحد الأطراف اللي يشكل دائما 6 إلى 7%، بقى يعني المرشح الثالث الآن الباقي ما أعتقد راح يأثر على موازين القوة وراح يخلينا نضطر إلى جولة أخرى. أنا أعتقد يمكن اليوم بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة راح تنحسم من هو رئيس تركيا، وما أعتقد نحتاج إلى جولة جديدة للانتخابات. طيب أستاذة تمارا، سؤال أخير لحضرتك اليوم، هل التغيير في تركيا، التغيير اليوم المطموح في تركيا فعلا سيحقق الديمقراطية المأمولة في تركيا؟ أنا أعتقد يعني بصراحة يعني رغم الجو العام اللي نعم. دكتور علي، السؤال للسيدة تمارا، للأستاذة تمارا، أعذرني. العفو. نعم. العفو، أعتذر. نعم. تفضلي أستاذة تمارا. يعني الآن انحسم الموقف، إما باختيار
كمال كليتشدار اوغلو واما اردوغان. فبالتالي السياسه الان التي سوف تتبع هو حل المشاكل الداخليه، بالتحديد حل المشاكل الاقتصاديه. هذا ما يطمح به الرئيس القادم، لان هناك في مشاكل عديده في الداخل التركي، بالتحديد على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الناحيه السياسيه. اما على مستوى الناحيه السياسه الخارجيه، باعتقاد أن دائما في دولة تركيا هناك في المؤسسة الدولة العميقة، بمعنى هناك بعض المؤسسات هي التي تتحكم بمفاصل السياسة الخارجية. صحيح أن الرئيس التركي القادم سوف يقرر بعض التصريحات، ولكن هذا الأمر هي بحاجة تشاور بين كافة المؤسسات بالتحديد المتمثلة بالأجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية والأجهزة الاستخباراتية والعسكرية. فبالتالي هناك صحيح هناك بعض القواعد الموجودة في ليبيا وأيضا الصومال ومالي ولما ذلك، والتدخلات في سوريا وفي الشمال العراق، والتدخلات في أكثر في منطقة أو منطقة الشرق الأوسط. كل هذه الأمور هي تحسم بالتشاور وأيضا بوجود البرلمان. يعني كل هذه الأمور بوجود الأصوات البرلمانية، كلما كان هناك في التصويت بشكل عدد أكبر بعملية إيقاف التدخل واستمرار في التدخل، هذا ما يؤثر أيضا على طبيعة قرارات من قبل الرئيس القادم. أيضا هناك في تشاور مختلفة، فبالتالي عملية التغيير حتى هذه اللحظة وأيضا خمس سنوات القادمة هي دائما الناخب التركي هو ينظر، أو الشارع التركي أو الداخل التركي هو ينظر إلى الحالة الاقتصادية. هل سوف تحل الحالة الاقتصادية أم لا تحل الحالة الاقتصادية؟ هذا ما يهم الداخل ولا يهم أي سياسات خارجية. الخارجية هي تتعلق بالوزارة الخارجية أو متعلق بالمستوى الخارجي، وبالتالي هناك سوف يكون تغيير، ولكن بالمستوى التغيير الجذري. لكن السياسات التي سوف تختلف أن المواقف لها سياسات معينة، وأيضا أردوغان له سياسات معينة، بالتحديد أن أردوغان 20 من السياسات التي يتعامل بها المعارضة أعتقد أن لها سياسات مختلفة عما يتعامل بها سياسات، سواء على المستوى الداخل التركي أو على المستوى التعامل مع المشاكل الخارجية أو مشاكل قضية اللاجئين، المشاكل المختلفة في الداخل التركي. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من عمان، تمارا حداد كاتبة ومحللة سياسية، شكرا جزيلا لك. نستقبل معنا الآن من الزمير أحمد أحمد، باحث وكاتب سياسي وعضو في حزب الشعوب الديمقراطي. أهلا بك سيد أحمد في هذه التغطية الخاصة إذا من قلب تركيا اليوم. كيف تنقل لنا المشهد والأوضاع؟ يعني هل التوتر قائم في هذه الساعات الأخيرة قبل ظهور نتائج الانتخابات؟ وهل من الممكن أن تكسر تركيا أحد محرماتها بفوز اليوم يعني شخص من الطائفة العلوية؟ مرحبا بكم مشاهدي قناة اليوم. هناك الآن حتى هذه اللحظة حالة هدوء في بعض مراكز الاقتراع، رغم أن هناك حالات شغب في بعض من المراكز الاقتراع، ولكن بشكل عام هناك هدوء. هناك الآن نتائج تأتينا يوما أو ثانية بعد الثانية على الأجهزة من قبل مراقبين حزب الشعوب الديمقراطي وحزب يسار الأفضل وبعض من المعارضين. حتى هذه اللحظة هناك نتائج بين يدي، هناك تقدم كاسح لرجب كمال كليتشدار أوغلو على رجب طيب أردوغان في معظم مدن في شمال كردستان. النتائج تأتي، طبعا هناك صناديق اقتراع، مثلا هناك 290 صوت لكمال كليتشدار أوغلو مقابل 3 أصوات فقط لرجب طيب أردوغان. هناك صناديق اقتراع رجب طيب أردوغان حصل على صوت واحد، أي أن هناك تقدم كاسح لسيد كمال كليتشدار أوغلو على رجب طيب أردوغان في معظم مدن في شمال كردستان. طبعا بعد حوالي ساعة ونصف ستقوم المحكمة الدستورية بإلغاء الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي، فسيأتي نتائج الانتخابات النظامية بشكل 100%. ولكن سأقول لكم على هذا الآن بأن هناك تقدم كاسح لكمال كليتشدار في شمال كردستان. أعود لك دكتور علي، كنا نتحدث عن مسألة التغيير وإلى أي حد قد يصل التغيير اليوم في تركيا وتأثيراته على دول الجوار والمنطقة وأيضا اليوم العالم بشكل عام، كون تركيا اليوم كمنطقة جغرافية أو كبقعة جغرافية وأيضا لأنها غارقة اليوم بالعديد من المسائل أو الملفات في العالم وفي الإقليم في دول الإقليم.
بالنسبة لموضوع التغيير اليوم، المنطقة يعني خضعت للعديد من المتغيرات، اصطفافات دولية عديدة، هل اليوم المنطقة فعلا بحاجة لمشروع مغاير عن المشروع الذي ثبته أردوغان في المنطقة، مشروع الإسلام السياسي؟ أنا أعتقد يعني يمكن أردوغان بآخر سنة قدر يصفر بعض الإشكاليات بالمنطقة، يعني علاقاته في مع السعودية، علاقاته مع الإمارات، حتى هم بشكل أو بآخر دعموا أردوغان بالجانب المالي. اعتقد يمكن عدد من المليارات الدولارات تم تحويلها الى البنك المركزي التركي، واعتقد يمكن حتى الملامح الاتفاق الايراني السعودي بالتاكيد راح تاثر على عموم المنطقه وتخلي السيد يعني او صاحب الموقف في القادم الايام ان يعيد النظر بتوجهات تركيا في هذا الجانب. انا اعتقد وجود الاتفاق السعودي الايراني راح يخلي من صانع السياسه في تركيا يعيد النظر في أولوياته، وأنا أعتقد يمكن هو باشر يعني السيد أردوغان خلال الفترة الأخيرة هدأ الأجواء، وأعتقد اللقاء الأخير اللي صار في موسكو أو في الدول يعني ما بين تركيا وإيران وسوريا وروسيا، أنا أعتقد هناك في تطورات إيجابية في هذا الجانب وعودة العلاقات يعني في هذا الإطار، وأعتقد حتى مرشح المعارضة أكد بأنه هو راح يعجل بالعلاقة مع الحكومة السورية. أنا أعتقد يمكن أيضا الامتدادات التركية في أفريقيا بالتأكيد أنا أعتقد أي يعني قادم لموقع الرئاسة راح تكون عندها هذه فد إشكالية، وأنا أعتقد يمكن أتفق مع الباحثة اللي سبقتني. صحيح الرئيس التركي الآن هو يعني دستوريا هو اللي حدد السياسة الخارجية، هو اللي يعني واعتقد البرلمان يمكن ما راح ياثر عليه هوايه بهاي القضيه. انا اعتقد يمكن هو راح يعيد النظر ببعض التوجهات، لكن ما راح يتنازل عن بعض المواقع المتقدمه اللي احتلتها تركيا خلال الفتره السابقه، يعني اعتقد مواقعهم في تركيا، في بعض الدول الافريقيه، في سوريا، في العراق، علاقاته الخاصه ببعض الدول. انا ما اعتقد راح يكون هناك تنازل كبير، هذا اعتقد يمكن مرتبطه بسياسه الامن القومي التركيه في هذا الجانب. هذا بالنسبه لاردوغان او اوغلو؟ هذا اللي انا اعتقد للثنين، للثنين يعني الاوغلو حتى اذا يفوز اعتقد شأنه ام ابينا، يعني اردوغان حقق مواطئ قدم الى بعض المناطق من الصعب على الاتراك يعني يحصلوها باي فتره سابقه، موقعهم الان في سوريا، موقعهم في ليبيا، موقعهم في جيبوت، في الصومال، في الدول الافريقيه. انا ما اعتقد اي رئيس تركي قادم راح يتخلى عن هالمواقع هذه، هي قوه اضافيه. تبقى تركيا هي دوله اقليميه بحق ثقلها السكاني، موقعها الجغرافي، مكانتها بالمنطقه، لكن انا اعتقد قضيه الحرب الاوكرانيه الروسيه ممكن يكون هناك بعض التغيير، بعض التغيير. اعتقد الرئيس اقول المعارضه يعني اذا استجى السيد كمال اوغلو راح اعتقد راح يكون الميل الى حد ما الى اوروبا الغربيه بهذا الجانب، بس ما راح يكون ميل يعني يخل بالتوازن، لانه اكو علاقه اقتصاديه متجذره بين روسيا وبين تركيا. الان الاتراك مستفيدين من الغاز الروسي، من العلاقه التجاريه. انا اعتقد الاتراك السوق يعني شئنا ما بين السواح الروس الموجودين في روسيا، في تركيا، ايضا المنتجات الزراعيه والصناعيه الموجوده في روسيا، من الصعب يعني هذه كلها اعتقد رجال الاعمال والتجار الموجودين والاجهزه الموجوده راح تضغط على الرئيس ان لا يكون هناك اتجاه يعني ميل بمدايات متسارعه، فحتى لو يصير تغيير هناك تغيير تدريجي في هذا الجانب بحيث ما يكون هناك اختلالات بالعلاقات الموجوده. واعتقد طبيعه الجو اللي راح يكون في اوروبا وقضيه الحرب الاوكرانيه الروسيه ومديات تصاعدها اعتقد ايضا راح تعطي مهله زمنيه للرئيس القادم ان يحاول يتوائم الوضع الجديد وطبيعه البرامج اللي قدمها خلال فتره الحمله الانتخابيه.
أشكرك جزيل الشكر على كل هذه القراءة من بغداد الدكتور علي مهدي القيادي في الحزب الشيوعي، شكرا جزيلا لك. أعود إلى أزمير مع السيد أحمد. أحمد، يعني في تصريح عاجل الآن من رئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سنجار يطالب بحماية صناديق الاقتراع، وهذا يدفعنا للتساؤل عن مدى إمكانية فعلا التلاعب اليوم بنتائج الانتخابات التركية. نعم سأجاب، ولكن قبل ذلك أنا أخالف ضيفك من بغداد عندما قال سيكون نظرة كريستال أوغلو خارج تركيا في سوريا وليبيا سيكون لا. كما كريستال قال بحفل واحد بأن سنقوم بسحب جيشنا من سوريا ومن العراق ومن ليبيا، لأن حماية الأمن القومي التركي يبدأ من الحدود التركية وليس خارج الحدود التركية، هاي أولا. ثانيا سيد مدحت سنجر وأيضا سيد صلاح الدين دميلتك عبر تويتر قال يجب علينا الآن حماية صناديق الاقتراع. نعم تم الآن الانتهاء من التصويت، ويجب الآن الأهم الآن هو الأهم يجب علينا حماية صناديق الاقتراع وعدم ترك صناديق الاقتراع حتى فرض آخر صوت من الأصوات في هذه المراكز. تركيا بحاجة إلى التجديد، لأن هناك عامل تآكل موجود في تركيا. تركيا يبتعد أردوغان عن السياسة في تركيا، وسيعيد تحول إيجابيا وإقليميا ودوليا في تركيا. تركيا بحاجة اليوم إلى الديمقراطية، تركيا بحاجة اليوم إلى الاقتصاد الجيد، اليوم تركيا بحاجة إلى استثمارات أجنبية، اليوم تركيا بحاجة إلى قضاة مستقل، اليوم تركيا بحاجة إلى حرية التعبير والرأي. كل هذا في زمن رجب طيب أردوغان كان كلها تركيا محرومة منها. لذلك كما كليشتاروغلو قال بحفل واحد سنأتي بحرية التعبير، سنأتي بحرية، سيكون هناك قضاة مستقلة، بس كل هذه المشاكل سيقوم بحلها هو. كذلك هي القضية الكردية في تركيا، قال بأنها القضية الكردية هي قضيتنا. طبعا على مرور تاريخ الجمهورية التركية كل أحزاب الدين قبل أن يأتي إلى الحكم يقول بأن القضية الكردية هي قضيتهم، وبعد ذلك يقوم بنسان. ولكن كما أيضا قال بأن القضية الكردية سنقوم بحلها داخل البرلمان التركي، ويجب حل هذه القضية، والقضية الكردية واللغة الكردية يجب أن نكون حماية اللغة الكردية في الدستور التركي وليس فقط على الأوراق. طيب اسمح لي سيد أحمد، سنتقل إلى موسكو إلى الدكتور محمود الأفندي الأمين العام لحركة الدبلوماسية الشعبية. أهلا بك دكتور محمود في هذه الجزئية من التغطية الخاصة للانتخابات التركية حول يعني تأثيرات هذه الانتخابات دوليا. كان في تصريحات طبعا أوغلو حول التدخل الروسي بهذه الانتخابات أو محاولة التدخل الروسية بهذه الانتخابات. روسيا ردت بشدة بأنه هي تراقب ولا تتدخل بهذه الانتخابات. أيضا كان في تصريح بأنه من قبل أوغلو بأنه سيبقى متمسكا أو مخلصا لحلف الناتو، ولكن بنفس الوقت سيكون هناك علاقات متوازنة مع روسيا. هل من الممكن ذلك دكتور محمود؟ أول شيء أسعد أوقات السيدة الكريمة والأخوة المشاهدين. لا فعليا تصريحات كمال أوغلو متناقضة يعني 180 درجة. كل تصريح لا يعني غير متوازي مع التصريح الآخر. أول شيء أول من حوالي 3 أيام اتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات التركية، يعني حتى من دون تقديم أي دليل أول شيء. وكيف يمكن لروسيا أن تتدخل في الانتخابات التركية؟ الله أعلم. يعني عبارة عن ما يسمى التصريح فقط لكسب الطرف الغربي. بعد يوم صرح أن تركيا ستطبق كل العقوبات على روسيا، هذا أمر يعني جدا مهم. ثالث يوم قال نحن نريد علاقة متوازنة مع روسيا. كيف تريد أن تطبق العقوبات على روسيا وتريد علاقات متوازنة؟ من الواضح أن هناك ضغوطات من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على ما يسمى هذا المرشح. ولا ننسى أن هذا المرشح كان يعني حتى خالف القوانين الانتخابية لما ذهب إلى السفارة الأمريكية وقابل السفير الأمريكي ضمن السفارة الأمريكية في أنقرة. هذا شيء مخالف لكل يعني لما يسمى للعرف الانتخابي، يعني مثل ما بيقولوا واحد راح عند معلمه، يعني راح عند رئيسه لأخذ ما يسمى الطاعة أو لأداء الطاعة. فواضح جدا ان المرشح كمال أوغلو هو تابع للولايات المتحده الامريكيه، والولايات المتحده الامريكيه وحلفائها تريد اطاحه اردوغان باي شكل من الاشكال، ووضع رئيس يفقد تركيا سيادتها الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه. يعني حتى انا هون اعقب على كلام السيد الكريم اللي كان قبلي عم بيحكي ان تركيا بحاجه الى حريه التعبير، تركيا بحاجه الى ديمقراطيه، بحاجه اقتصاد، يعني هل بفكر ان الاقتصاد
الغرب سينمي الاقتصاد التركي؟ يعني هذا أمر. لا، هو السيد كمال كليتشدارأوغلو أو المرشح الرئاسي كمال كليتشدارأوغلو قال ستعود تركيا إلى النظام الاقتصادي التقليدي عكس ما يفعله أردوغان. لا، هو ما في أي شيء، يعني بس ما في النظام الاقتصادي التقليدي. يعني تركيا تنمو اقتصادها، هو الاقتصاد يعني ما هو اقتصاد تقليدي واقتصاد غير التقليدي. هو يريد فقط أن يصبح متسول للغرب ويعتمد اقتصاده على الغرب. هذا أسهل شيء بالنسبة للدول الأوروبية النامية، يعني على سبيل المثال رومانيا، بلغاريا، بولندا، كل هذه الدول تسرق الدول الغنية اللي هي من الاتحاد الأوروبي، يعني تعيش على تصبح عالية على دول أخرى، لا تنتج، يعني إذا لا تعمل شيئا فقط تعيش على عالم أخرى وتفقد على أساسها سيادتها واقتصادها وسيادتها يعني على الدولة نفسها، تصبح دولة تابعة. طيب اسمح لي هاي النقطة أنقلها للأستاذ أحمد الأحمد وأنا برجع لك. سيد أحمد الأحمد، أنقل لك هذه النقاط، لك حق الرد على يعني النقاط التي تفضل بها دكتور محمود. وأيضا اليوم الجو العام فعليا في تركيا إلى أي درجة اليوم يراهن أو من يريدون التغيير يراهنون على أوغلو كمال كليتشدارأوغلو؟ نعم، يقول ضيفك كيف تتدخل روسيا في الشأن التركي أو في حماية أردوغان في تركيا، مثلما تدخل بوتين في حماية ترامب في الانتخابات في أمريكا، يتدخل أيضا في تركيا، لأن تركيا ورجب طيب أردوغان يقوم بمصالحة مشتركة مع بوتين من أجل الصواريخ S-400 وغيرها من ذلك. المجتمع الدولي فرض عقوبات على روسيا، ولكن رجب طيب أردوغان لن يوافق، لأن يعلم تماما. لذلك بوتين يقود الحملة الانتخابية. هناك كان فريق كامل أتى من روسيا إلى مدينة أنقرة من أجل التلاعب في صناديق الاقتراع، وهذه هناك صور وفيديوهات للاستخبارات الروسية في إسطنبول وفي إزمير وغير ذلك. فضيفك عن ماذا يتكلم لم أعلم. طيب بعد الجندي بالمائي. طيب دكتور محمود، سأعود إليك، يعني أشكرك جزيل الشكر. من أزمير كان معي السيد أحمد الأحمد، عضو في يعني حزب الشعوب الديمقراطي ومحلل وكاتب سياسي. شكرا جزيلا لك على كل النقاط التي تفضلت بها. أعود لك ببقية يعني هذه التغطية دكتور محمود. لست أنا من أقول ذلك، إنما اليوم مراقبون يصفون اليوم أردوغان بمرشح بوتين ويعطي نفس لبوتين. اليوم إذا خسر أردوغان هذا السباق الرئاسي، كيف سينعكس ذلك على روسيا؟ بالإضافة إذا أحببت أن ترد اليوم على النقاط التي تفضل بها الأستاذ أحمد الأحمد قبل قليل. بدي أعقب، يعني قال مصدر المائي بعد الجود بالمائي، يعني قال كما تدخلت روسيا في الانتخابات الأمريكية، روسيا تدخل في الانتخابات التركية. ولكن هل تعلمي وهل أحد يعلم وهل نشرت كيف تدخلت روسيا في الانتخابات الأمريكية؟ كل هذه التهم أصبحت توهم فقط وليست لها أي دليل، حتى الأمريكان لم يعطوا أي دليل. فيعني كما تدخلت روسيا في أمريكا تدخل في تركيا، يعني كما قلت فسر المائي بعد الجهد في المائي، ليس هناك أي تدخل. روسيا لا تدخل في شؤون البلاد الأخرى، سياستها معروفة منذ أن أنشئت الإمبراطورية الروسية بالاتحاد السوفيتي، لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. هذا من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أمر مهم جدا. لذلك هي عبارة توهم لكسب نقاط سياسية فقط مع الحلفاء الغربيين. يعني تعلم جيدا أن الدعايات الانتخابية والحملة الانتخابية حاجة تمويل، والسياسة بلا تمويل هي لا سياسة. ففعليا هو أراد أن يسجل بعض النقاط، وهو التناقض يعني واضح في كلامه، كيف يريد علاقات متوازنة وهو يطبق العقوبات. هذا وضع أنه في تخبط سياسي، وحتى لا تبني أي صورة سياسية كيف سيخرج من تركيا. أما بالنسبة لتركيا، يعني تركيا لم تطبق العقوبات على روسيا للحصول على فوائد اقتصادية، وليس حبا بروسيا، هذا أمر مهم جدا. تركيا ليس حب في روسيا، وخصوصا التاريخ العثماني أو التاريخ التركي الروسي حافل بالحروب، 13 حرب عثمانية أو تركية روسية، حافل بالحروب والنزاعات والصراعات حتى على جزيرة قرم يلي هو اليوم مغزى الحرب الأوكرانية الروسية. فالواقع أن تركيا تطبق لمصالحها، هي تكسب عن طريق ما يسمى أن تصبح دولة مشاركة، كما هي الهند. يعني الهند لا تحب روسيا لهالدرجة تطبق العقوبات. الهند مستفيدة اقتصاديا عن طريق استخدام النفط الروسي وبيعه لدول أوروبا. نفس الشيء تركيا مستفيدة، يعني تركيا الآن يدخلها اليوم ملايين دولارات عن طريق ما يسمى
أن الأجواء مفتوحة بين البلدين، يعني كل مواطن روسي يريد أن يسافر إلى الغرب يسافر عن طريق تركيا، هذا كسب لمين؟ يعني كسب لا الطرف التركي. تركيا ستصبح دولة، أكبر دولة مصدرة للغاز في العالم، ولديها غاز، يعني هي ستأخذ الغاز الروسي وتبيعه كما فعلت ألمانيا. يعني ألمانيا لن تتقدم اقتصاديا بقوتها الاقتصادية، ولكن هي كانت عبارة عن مركز لتوزيع الغاز الروسي لأوروبا، لذلك كانت هي قوات الرفاهية الاقتصادية أتت من الغاز الروسي. وهذا ما صرح فيه على فكرة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي باريل، أن الرفاهية الاقتصادية في أوروبا نتيجة الغاز الروسي الرخيص، وتركيا تريد رفاهية أيضا وتريد أن تبيع الغاز الرخيص. يعني هذا ليس حبا أردوغان بتركيا، لذلك روسيا إذا أرادت تركيا، يعني إذا أتى الرئيس القادم ولا يريد هذه الامتيازات، يعني سيضطر إلى عودة مرة أخرى. دون أذكر أخوة المشاهدين، لما تركيا حصل في تركيا من حوالي 7 سنين لما أسقطت، طب انعكاس ذلك على العلاقة مع روسيا دكتور محمود، عذرني على مقاطعتك هنا بما أنه الوقت يعني المخصص للحلقة سيشارف على الانتهاء، انعكاس ذلك على روسيا، كيف ستقرأ روسيا اليوم صعود أوغلو إذا تم الأمر، يعني وإذا نجح في هذه الانتخابات إلى سدة الرئاسة؟ نعم، هو احتمال وارد اليوم. احتمال وارد طبعا، وإذا تم هذا الأمر أنا باعتقادي روسيا ستتعامل مع أوغلو كما تعاملت مع أردوغان، ولكن إذا أخذ أوغلو اتجاه عداء ضد روسيا، روسيا ستصنفه كدول من الدول المعادية وستقطع العلاقات الاقتصادية معه. وهذا ما حصل، يعني أذكر أخوة المشاهدين دائما الدول تفتش عن مصالحها. يعني كنت أقول أنه لما تركيا أسقطت الطائرة الروسية في سوريا قطعت العلاقات التركية الروسية بشكل نهائي، التركية الروسية عفوا، وأدى إلى خسائر كبيرة في المصادر التركية، يعني السياحة الروس في تركيا، التجارة، الغاز، النفط، كل شيء، المفاعل النووي بتمويل روسيا في مدينة فرسين، يعني كل هذا في مصلحة كمان أوغلو أن يستمر، وليس مصلحته أن يقطع علاقات مع روسيا. طيب ونقطة أخرى حتى لو نعم اعذرني على المقاطعة، بنقطة أخرى يعني دكتور محمود، اليوم إذا اتجه أوغلو بشكل كامل نحو الغرب هذا سيضيق على تركيا بشكل أكبر، اليوم تركيا تعد يعني نافذة تتنفس منها روسيا كما يصف مراقبون. هذا كلام صحيح، ولكن ستجد روسيا نافذة أخرى، يعني هذا شيء واضح، لأنه إذا رأينا أنه ستستخدم هذه الميزات دول أخرى، يعني هذا أمر واحد. الميزة الآن التركية بسبب العلاقات القوية ستأخذ دولة أخرى هذه الميزة، يعني على سبيل المثال الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال المملكة العربية السعودية، على أي بلد عربي يمكن أن يأخذ هذه الميزات المجاورة لتركيا، يعني كل هذه الميزات ستأخذها تركيا وسيأخذ الدولة المجاورة لتركيا أو دولة أخرى. يعني تركيا ليست تخسر وليست روسيا، روسيا طبعا تضع في الحسبان أنا استخسر حليف، ولكن أنا هنا نقطة مهمة حابة أقولها، إنه كمان أوغلو بحسب ما فهمت انه هو سياسي يعني قديم ومخضرم، يمكن ان ينتج التصريحات ولا يطبقها، ولذلك كان امبارح تصريحه انه يريد تطوير العلاقات مع سوريا، نفس الوقت يريد ان يكون علاقات جيده مع الناتو، يعني هذا التصريح واضح انه سيستمر في سياسه اردوغان بالنسبه الى روسيا، لن يغيرها اي شيء، لانه سيؤدي فعليا الى يعني ما يسمى خسائر اقتصاديه، والغرب لن يعوض هذه الخسائر الاقتصاديه لتركيا. يعني الغرب كله فكر أن الغرب معه محفظة نقدية وسيوزع النقود مجانا، الغرب في ما يسمى مأساة اقتصادية أو ما يسمى انهيار اقتصادي قادم على الغرب، فلن يستعد تدفع أي نقود إلى أي دولة. أما بالنسبة لإدخال تركيا الاتحاد الأوروبي، هنا نتكلم عن دولة إسلامية، وأنا رأيي مستحيل أن تسمح تركيا كدولة إسلامية تسلح بالمثليين أن يقوموا بمسيرات سنوية وتعتبر تركيا تعترف بالمثليين. أنا أعتقد كدولة إسلامية هذا أمر مستحيل، حتى إن كان كمال أوغلو أو كان غير كمال أوغلو، تركيا لن تدخل الاتحاد الأوروبي، لأنه شرط أساسي للاتحاد الأوروبي هو الاعتراف المثليين والسماح لهم في المسيرات والعرض الشرعي. كيف طب في خطاب لأوغلو أنه هو يتقبل الجميع اليوم في تركيا بما فيها المثليين في تركيا، يتقبل اليوم الجميع، هذا خطاب علماني، بنفس الوقت هو لا يريد أن ينفر اليوم الجهة أو القسم المحافظ في تركيا، خاصة بمسألة الحجاب عندما قال بأنه سيدرج الحجاب في القانون، ولكن هذا لا يعلم إذا كان سيطمئن الإسلاميين أو لا. هذا يعني انه كما اقول اذا يسمح للمثليين سيقوم باتحاد سياسي بالنسبه له. نحن نعلم الدوله المسلمه غير الدول المسيحيه وغير الدول يعني غير المسلمين.
الدول الإسلامية لها عبارة عن تقاليد وأعراف لا أحد يستطيع تجاوزها، ولا دولة في العالم الإسلامية تستطيع أن تتجاوز هذه الأعراف. فإذا قام السيد كمال أوغلو بالسماح للمصريين أو الاعتراف فيهم أو السماح لهم في مسيرات في الشوارع في إسطنبول على سبيل المثال، يخرج الرجال والرجال المقدسين، أعتقد أنه سيكون انتحر سياسيا وسيقضي عليه الشعب التركي نفسه. فهو ليس غبيا، هو مقرب سياسيا، وأنا في رأيي سيمارس كل هذه الدعايات الانتخابية لتسجيل نقاط. أنا في رأيي التصريحات الآن أو الوعود يعني ليست لديها أي نوع من أنواع القيمة، لأنه دائما السياسي تفرض نفسه على نفسه أو السياسي أو الأمر الواقع تفرض نفسه. فالوضع كما يلي: أوروبا ليس لديها نقود، الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها نقود، هناك ضغط على إزالة أردوغان، يريد استهلاكه السيد كمال أوغلو، يريد بعض الدعايات الانتخابية ولكنه وعود، ولكن لم يقدم السيد كمال أوغلو ولا برنامج كيف سيخرج من تركيا من اقتصاد، كيف سيخرج تركيا بعد أزمة الزلزال، ليس هناك أي برنامج. دائما الرئيس لما بطلق تصريحات هي دعايات انتخابية، ولكن عندما يؤتي ببرنامج كامل ويضعه على الطاولة هذا يعتبر شيء آخر. وأيضا لا جديد ببرنامج يعني أردوغان دكتور محمد، يعني على سبيل طبعا لأنه الوضع الراهن لا يسمح بأي برنامج. الآن العالم عايش على هذا، أنه في تغيرات في العالم عم تحصل من عالم قطب واحد إلى عالم متعدد أقطاب، ففي المرحلة الانتقالية لا تستطيع أن تقدم أي برنامج، لا تعلمي من أين ستأتي الثروات، كيف ستكون نهاية الحرب الأوكرانية الروسية، كيف يعني هناك أسئلة كبيرة، لذلك لا تستطيع أي دولة أن تقدم برنامج. لأنه نحن تجاوزنا الوقت المخصص ل يعني هذه التغطية، ولكن مع أنه ذكرت مسألة الحرب الأوكرانية، تعقيب صغير من حضرتك، أوغلو أيضا أشار لمسألة بأنه من الممكن اليوم أن يضعوا حدا أو نهاية للحرب الأوكرانية، تعليقك على هذا الموضوع باختصار. لا، أنا باعتقادي أنه لا يستطيع أن يقول شيء، تركيا فاعلة شيء. أنا رأيي الحل لوقف الحرب الأوكرانية الروسية هو حل واحد فقط، كما قال الرئيس السابق الأمريكي ترامب، وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا تنتهي الحرب. إذا لم تقف لن تنتهي الحرب بأي شكل من الأشكال، وستستمر لسنوات وسنوات حتى آخر أوكرانيا. فوقوف الحرب يكون فقط واحد عن تمديد، وتركيا لا تمدد السلاح لأوكرانيا، وهناك أيضا وعود أن يعطي S-400 إلى على فكرة إلى أوكرانيا، سيؤدي يعني حتى احتكاك عسكري بين روسيا وتركيا. فأنا أعتقد أن لا أحد يستطيع أن يقف الحرب الروسية الأوكرانية غير الولايات المتحدة الأمريكية في 24 ساعة كما قال رئيس ترامب بوقف المساعدات العسكرية على أوكرانيا. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه القراءة. من موسكو دكتور محمود الأفندي الأمين العام لحركة الدبلوماسية الشعبية. إذن مشاهدينا، يبقى السؤال: هل سئمت تركيا من أردوغان، وهل يصعد أوغلو إلى سدة الرئاسة ويحصل التغيير المرتقب والمأمول في تركيا من قبل هذا المرشح الرئاسي؟ الجواب يبقى رهن الساعات القادمة، وأكيد مستمرون معكم في تغطيتنا الخاصة حول الانتخابات التركية. أشكركم على طيب وحسن المتابعة، إلى اللقاء في برامج أخرى وملفات أخرى. إلى اللقاء.